بالنسبة للسؤال ديالك من البنات العساس اللي تبدل من وراء المسلسل، هو أنه حصلت على حب كبير من عند الناس وليت معروفة أكثر عند الناس، يعني فيما مشيت بارتو فيما كيشوفوني تبارك الله عليكم العمل كان زوين، واخا كنتي مسيميمة وكانت في الواقع مختلفة على الشخصية، وهذا الشيء كيفرحني أكيد. أنا فرحانة لأن الشخصية ديال نجوى خلات واحد الأثر في عند الناس كلهم. الأجواء ديال بنات العساس غتبقى دائما خاصة بالنسبة بالي وغادي تبقى قريبة للقلبي، لأنه تعاملنا بحب واشتغلنا بحب كبير واشتغلنا باحترام واشتغلنا بتعاون، ما كناش كنحسوا ريوسنا، رحنا كنتنافسوا باش ان كل واحد يبين شخصيته على اكمل وجه، بقدر ما اننا كنا كنعاونوا بعضياتنا باش ان العمل كله يكون ناجح وكل شخصيات تكون ناجحه. وتلقينا حب كبير من عند الفنانين الكبار اللي كانوا في العمل، اسماء كبيره وازنه في الساحه الفنيه المغربيه، فباش اننا نشتغلوا معاهم ونحسوا راسنا منهم وما كاينش فرق بيننا وبينهم، لا في التعامل لا في العمل لا داخل بلاتو لا في الكواليس، يعني أجواء كانت عائلية أكثر ما هي أجواء مهنية. أكيد تواصل تقريبا شبه يومي لأنه عندنا جروب في واتساب كنتواصلوا بيناتنا، كنبارطاجيو مع بعضياتنا بعض الصور اللي كتكون مضحكة على الشخصيات ديال العمل، كنبارطاجيو مع بعضياتنا يعني إلا كانت شي مناسبة كنهنيو بعضياتنا، نسولوا في بعضنا، يعني العلاقة باقا مستمرة ما بغيناهاش توقف، لأن كيف قلت لك فاش اشتغلنا وحنا كعائلة، ما اشتغلناش بمنافسة ولا نبين راسي ونخلي كنتي بكثر ما اشتغلنا، وحنا باغين نخليو علاقتنا مستمره ان شاء الله للابد. بالنسبه للرجال محمد البسطاوي الله يرحمه، وبالنسبه للنساء كاينين بزاف الاسماء ما نبغيش نتخاصم معهم كلهم، ولكن دائما كنشوف بان دنيا بوتازوت هي هذيك النقطه الرابحه، هذيك الورقه الرابحه فيما حطيتيها تتعطيك، فكنتمنى انني نوصل من هذاك المستوى اللي كتشتغل به دنيا بوتازوت اليوم، سواء في الكوميديا سواء في الدراما، لانه هي فنانه كبيره وكتعطي كل ما عندها من قلبها، فانا فخوره بداك الاحساس اللي كتشتغل به وهذيك المصداقيه اللي كتعطيها في الشخصيات. اكيد المؤثر يقدر يكون فنان اذا كانت عنده الموهبه، علاش ما يطورش الموهبه ديالو ويسقلها ويكون فنان ناجح. انا ما نقدرش نمنع شي واحد بانه نقول ما خصوش يكون فنان، سواء مؤثر سواء ماشي مؤثر سواء انسان عادي، الا عنده الموهبه يسقلها ويجتهد ويطور راسه باش انه يكون في المستوى في جميع الاعمال اللي غادي يقدمها. انا بديت المسرح وانا صغيره، في عمري تقريبا 13 عام بديت من المسرح المدرسي، بقيت حتى انتقلت للمسرح الهوات ووليت مع فرقه محترفه اللي هي فرقه محترف 21 برئاسه الدكتور سعد الله عبد المجيد. خلال هذا المشوار ديالي عملت اعمال تلفزيه اللي انا كنفتخر بها، بالرغم من انها كانت ادوار صغيره، وكانت انا بالنسبه لي كانت تجربه وكانت دروس كنتلقاها باش انني نطور نفسي ونطور الاداء ديالي باش نهار تجي شخصيه كبيره نكون واجده ليها. وهذا الشيء اللي وقع، انا جامي زعما تعرضت للتحرش ولا لقيت شي ابتزاز انني ندير هذه الحاجه باش نقدر ناخذ هذا الغول. الحمد لله من نهار دخلت الميدان وانا داخله له بالكفاءات ديالي وبالمساعده ديال الاصدقاء وبالتوجيهات ديال الاصدقاء، يعني اي بلاصه لقيتيني فيها لحد الساعه فانا داخله ليها بطريقه صحيحه وبطريقه محترمه، وانا فخوره وكنشتغل باريحيه. ملكه جمال المغرب 2015 جات بالصدفه، يعني ما كنتش ولا ابدا وما كنتش كنعرف شنو هي مسابقه ملكه الجمال. فمدير المسابقة كان تلاقيت به في واحد الشركة الإنتاج بدون ذكر الاسم، وقال المدير الشركة هاد البنيسة عندكم زوينة، علاش ما تبروبوزيوش عليها أنها تشارك في المسابقة؟ قال له إلا بغات مرحبا. فاش قالوا هل هي، قلت لهم أنا مثلا يعني ما عنديش فكرة وما عنديش جرأة أنني نشتغل في ملكة الجمال، لأنه ما كنشوفش راسي ملكة جمال. فهما عطوني الاقتراح وانا ناقشته مع الصديقات، وكانوا صديقات كيقراو معايا في المعهد العالي للصحافه والاعلام، يشجعوني على الفكره وقالوا لي علاش لا ساره شاركي وجربي راسك كتبقى تجربه زوينه. وشاركت والحمد لله جابت تيسير وبقيت حتى الفينال. من بعد ملكه جمال المغرب جاتني دعوه باش نشارك في ملكه جمال العرب 2016، وشاركت فيها وحصلت على لقب وصفه ملكه جمال العرب 2016 في المغرب.